متابعينا الكرام في كل مكان، برحب بحضراتكم من داخل مزرعة أحباب رسول الله. عرض اليوم زي ما حضراتكم بتشاهدوا معانا، عرض ما شاء الله، عرض كبير وعرض ضخم في معيز ما شاء الله 21 معزة بين عشار ورواخي، وعشار 3 شهور واربع شهور، وفي حاجات على وش ولادة ونعاج وجديان بور. عرض ما شاء الله، ربنا يبارك لصاحب النصيب ولصاحب العرض. ملحوظة بسيطة فيهم العشار، من حقك وانت رايح استلم وعاين على جهاز الصنار في مزارع بتجس المعيز بالايد، وانا قلت ان الجس المفروض يكون عن طريق الاشاعة. من حقك تعاين وتستلم في المزرعة على جهاز الصنار. العرض ما شاء الله متنوع، شوف كويس، واي حاجة حضراتكم تحتاجوها رقم القناة وتحت امر الجميع. زي ما قلت العشار، اشتريه عشار وكل حاجة بمواصفاتها، وربنا يبارك للجميع. هسيب حضراتكم تستمتعوا وتشوفوا تفاصيل العرض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اسعد الله اوقاتكم بكل خير، عاد الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات، كل عام وحضراتكم بألف خير. بمناسبة شهر رمضان الكريم، عاد الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات. النهاردة بسم الله ما شاء الله معاني مزرعة كاملة متكاملة بفضل الله تعالى. مزرعة أحباب رسول الله يا إخواننا بتقدم مزرعة كاملة فيها جميع سلالات الماعز، فيها بهايم لحم، فيها نعاج بسم الله ما شاء الله، خليط كليبي على عسافة، دبابات بفضل الله تعالى، كل حدا تشوفها فيها جديان بور، الأب استراد والأم استراد بفضل الله تعالى، كل حدا تشوفها بالتفاصيل بفضل الله تعالى، فيها نعاج والدي بفضل الله، وفيها اللي راخ على الولادة خلاص يا إخواني قدامه أيام على الولادة بفضل الله تعالى. بس صلى على الحبيب عشان قلبكم يضيق. كل حاجة بإذن الله تعالى هتشوفها بالتفاصيل. المزرعة بتتكلم عن أربع جديان بفضل الله تعالى ضروبة، أربع جديان إخواني بفضل الله تعالى ضروبة، وواحد وعشرين أم رخين على الولادة بفضل الله، في اللي قدامه أيام، أقصى حاجة فيهم عشر شهرين إخواني، أقصى حاجة جايبين على الصنار عشر شهرين بفضل الله تعالى، أقل حاجة فيهم، وفيهم اللي قدامه أيام على الولادة. يبقى فيهم اخواننا بفضل الله تعالى خمسة والدين، الخمسة الوالدين دول فيهم اللي جايب ثلاثة، وفيهم اللي جايب اثنين وعشرة على عياله بفضل الله تعالى. صلى على الحبيب كده عشان قلبكم نظيف. صلى على الحبيب اخواننا عشان نقدم لكم كل ما هو جديد بفضل الله تعالى. وحدوه وحدوه، صلى على الحبيب، صلى على النبي اخواننا. هذا اخواننا بفضل الله تعالى اطلع لكم الاول العشائر، تمام كده؟ العشائر اطلعهم لكم اخواني، والتنين اطلعهم لكم باولادهم. صلى على الحبيب كده، وحدوه وحدوه اخواني، افتح كده دخلهم كله، افتح وحدوه اخواني، افتح، هو هذا هو البتاع ده، وحدوه اخواني. صلى على الحبيب قلبك يطيب. ده أول حدا في العشر يا إخواننا بفضل الله تعالى. إيه. ده أول حدا في العشر بفضل الله. ده رقم 2 بفضل الله تعالى. أه. أقول لكم دي خلص عشان تشوفوا الشغل يا إخواننا بفضل الله تعالى. دي رقم 3 بفضل الله. هذا رقم 4. اللي بيطلع لكم درخ على الولادة يا إخواننا بفضل الله تعالى. ده رقم 5. اللهم يا إخواننا. دي رقم 6 بفضل الله. اه. دي رقم 6 بفضل الله تعالى. وهذا رقم 7. يا اخوان سوان. دقيقة يا محمد. هذا رقم 8. دم اخوان بفضل الله تعالى. يلا يلا يلا. صلى على الحبيب. دي رقم 9 دي بفضل الله. دي رقم 10. رقم 11 يا اخوان.
دي رقم 12. صلى على الحبيب قلبكم مضيق. 13 اخواننا بفضل الله تعالى. رقم 14 فرنساوي. 15 شام خليط زرايب يا اخوان. 16 بفضل الله. 17 18 يا اخوان. 19 خليط البر العالي. 20 كده يا اخوانا بفضل الله. بقى كده قاعد واحد عليه على 10 بفضل الله. دول 21 رخيين كلهم على الولاده بفضل الله تعالى. ده رقم 21 بفضل الله. شوف العكفه، شوف صنع الله عز وجل. بس هذا هم بفضل الله تعالى. دول الرواخ يا اخوانا، فيهم اللي باقي له ايام على ولادي، وفيهم يعني اقل عشر فيهم شهرين، اقل عشر ويمكن اثنين ثلاثه اللي هم 10 شهرين اخواننا بفضل الله تعالى. وانتوا لوحدكم تحكموا على الشغل بفضل الله تعالى. تمام، هوريكم دول كل والدين. صلوا على الحبيب عشان قلبكم يطيب، عشان نقدر نقدم لكم كل ما هو جديد بفضل. بعد كده هوريكم اللحم اللي بفضل الله والجدان والضروبه والنعجات بفضل الله تعالى. وحدوه وحدوه، صلى على الحبيب. سوقها يلا يلا با. صلى على الحبيب، قول صلى على الحبيب. صلى على الحبيب. اه كده وحدوا اخواني، وحدوا صلى على الحبيب. شوف الشغل بفضل الله، دورة ثلاثة بفضل الله تعالى. هذا الشغل اهو، شغل بفضل الله يا اخواني. وحدوه صلى على الحبيب. هذه الثلاثة عيال يا اخوان لسه والدة بدمها، ده الشام الحر. اه شوف الزقوا اخوانا بفضل الله، وحدوه. وده العنز، شد العنز كده لبرا. صلى على الحبيب. دورة ثلاثة بفضل الله تعالى. اوه سيب العيال، اوه اوه. هذا اخوانا بفضل الله، ودي بفضل الله تعالى وراها دوز ذكوره. الله اكبر، شد ذا. وحدوه اخواني، وحدوه صلى على الحبيب. هذه دوز الذكوره بتوعها بفضل الله مجد. تعال هات الذكر الثاني، ذكر الاحمر. يلا هذه الهنا اخواني بفضل الله تعالى، ده شغل الهنا بفضل الله. اه يا اخواني بفضل الله، بس سيبهم ولا سيبيه. دورة ذكرين بفضل الله تعالى. اه وعشر ده شامي خليط كناري عالي يا اخوانا بفضل الله تعالى. هذه دوز الذكور عالي. ومعانا الحته ده اخوانا بفضل الله تعالى، دول ادي عيالها بفضل الله. اوه سيبها انت ده. ده ادي ولدها بفضل الله، وريني العكفه بتاعتها. لا ارفع وشها لفوق. ايوه وده ادي ولدها بفضل الله. شوف العكفه اخوانا والجمال. الشغل ده اخوانا في اللي ما كسرش وفي اللي كسر جواز بفضل الله. صلى على الحبيب. ده معشر اخواني اللي عايز يشوف الفيديو بتاعها، هي معشر بفضل الله نوره له. اه كسر الجواز واحد، يعني في اللي كسر جواز وفي اللي ما كسرش وفي اللي كسر اربعه فيه، يقول هذا حلو بفضل الله تعالى. طلع لي الثاني كده، يبقى ده وراه ذكر وده وراه ذكرين بفضل الله، هم عيالي نعم. وده وراه ثلاثه بفضل الله تعالى، يقول هذا حلو بفضل الله تعالى. طلع لي الثاني كده، يبقى ده وراه ذكر وده وراه ذكرين بفضل الله، هم عيالي نعم. وده وراه ثلاثه بفضل الله تعالى، ودي مع ابنه اخواننا بفضل الله. سوقها عم. لا مش ولدها دي، لا ده بنتها البيضة. اها روح تعالى
هذا يا اخوانا الفضيله، سيبها سيبها تحت لك. بس سيبها. هذا يا اخوانا ها بفضل الله. اهو. هذه الثانية اللي تحت الذكر. يلا. يبقى كده طلعنا لكم خمسة الوالدين اخوانا، بقى واحدة هاي اللي هو ولدها دخل لها دي. بفضل الله. اه. هذا الشغل بفضل الله تعالى. بس سيبها. بس سيبها. وده هذا ذكرها بفضل الله تعالى. تمام كده؟ صلوا على الحبيب عشان قلبكم نظيف. هروح اوريكم اخواننا بفضل الله تعالى في البيت الثاني، هوريكم الجديان والنعجات بفضل الله. وحدوا بس. ده جذي اللحم بفضل الله تعالى اخواننا. ده جذي اللحم. ده جذي اللحم بفضل الله. هذا الشغل بفضل الله تعالى. شوف السطح. وحدوا كده. انا اوريكم بقيه الجديان بفضل الله بتاعت المزرعه. وصلوا على الحبيب. هذه يا اخواننا بفضل الله تعالى الجديان. الجديان بتاع المزرعه بفضل الله تعالى. هذه يا اخواننا بفضل الله، دول اربع حلمات والخصيتين في كيس، يعني حاجه حلوه، دول ما كسروش الثلاثه دول. الثلاثه دول بفضل الله ما كسروش اهو. تمام يا اخواننا بفضل الله. احنا لسه كنا منزلينهم دول بفضل الله تعالى، بس كان في اختلاف انه كنا عايزين نبقى مع بعض. حاليا قسمنا المزرعه كلها بفضل الله، اللي نفسه في حد ياخذي بفضل الله تعالى، اللي نفسه في حد يا اخواننا بفضل الله ياخذي. تمام كده. صلوا على الحبيب عشان قلبكم نظيف. تفصيله العرض ده بفضل الله تعالى. دول اخواننا بفضل الله اللي هم الجدين الكنهاري دول، دول عاملين 15000 ونص بفضل الله. وعشان خاطركم هيبقوا 15000 بس. هذا هم. يعني في اللحم بفضل الله يخلصوا. اه هذا هم اخوان. تمام؟ ده واحد بفضل الله تعالى. وادي الثاني. هم بفضل الله تعالى. خصيتين والكيس وهذا الظهر اهو. اه. وهذا الصدر يا اخوانا بفضل الله تعالى. اه شوف دير بالكم من الصدر بفضل الله. اه هذا هم بفضل الله تعالى. ومعانا الجدي ده اخواننا الوحش ده، ده يقع ب 15000 بفضل الله، 15000 ونص. ده يقع ب 15000 ونص بفضل الله تعالى. اه وحدوه اخواننا وصلوا على الحبيب. صلوا على الحبيب عشان قلبكم نظيف بفضل الله تعالى، عشان نقدر نقدم لكم كل ما هو جديد بفضل الله. هذا اخواننا بفضل الله. اه وحدوه. وده معانا برضك لسه ما كسرش يا اخواننا بفضل الله تعالى. اه ده يوقع ب 8000 بفضل الله. ده يوقع ب 8000. اه هذا يا اخواننا بفضل الله. اه امسكوا منه. طلع لي بيلا برا. هاتوا الجاه. تمام كده يا اخواننا بفضل الله. اه هذا الظهر وهذا هذه العكفة. اه الصدر يا اخواننا بفضل الله. اه بس يبقى مهم. اه اخواننا بفضل الله تعالى. اه صلوا على الحبيب كده عشان نقدر نقدم لكم كل ما هو جديد. هنطلع لكم النعجات دلوقتي بعد كده. تمام اخواننا وحدوه. اخواننا وصلوا على الحبيب. معانا الدبابتين دول برضك يا اخواننا بفضل الله. اه دول رخين على الولاد والله دون نصرات يا اخواننا بفضل الله. ده كليبي خليط عساف بفضل الله تعالى. اه دول قدامهم ايام على الولاده بفضل الله. اه هذا هم بفضل الله تعالى. سوق محمد سوق لبرا سوق. شوف اخواننا بفضل الله. روح محمد روح. اه يا اخواننا بفضل الله تعالى. عن الشغل وحدوه. هنطلع لكم بفضل الله تعالى النعجه الوالده بفضل الله. هذه النعجه الوالده دي بتاعت الراجل الفقير يا اخواننا، دي عاشر على عياله، كان جابها ثلاثه. اه تمام. ده كانت جابه ثلاثه بفضل الله تعالى. هذا عيالهم. هذه هي وعيالها. تمام كده اخواننا بفضل الله. هذا اهم. هذا عيالها. وحدوه. وحدوه صلوا على الحبيب. عشان قلبكم نظيف. يبقى باقي معانا النعجه العشر بعد كده.
يبقى العرض بتاعنا بيتكلم بفضل الله تعالى عن 21 ام عشائر بفضل الله وخمسة والدين تحتيهم، في اللي تحتيها ثلاثة وفي اللي تحتيها ذكرين وفي اللي تحتيها ذكر وفي اللي تحتيها انت بفضل الله تعالى. يعني الخمسة اللي والدين بفضل الله وراهم ثمان ولد، وراهم ثمان ولد بفضل الله تعالى. خمسة الوالدين وراهم ثمان ولد، يبقى معنا 26 ام بفضل الله تعالى وثمان ابناء وجدي لحم بفضل الله تعالى وجدي لحم. صلوا على الحبيب عشان قلبكم يضيق، عشان نقدر نقدم لكم كل ما هو جديد بفضل الله تعالى. هات النعجة العشرة يا عمو، هات العشرة الثانية اللي فضل، لا تحت نزلة ولا هنا ماشي. وهذه معانا اخر واحدة بفضل الله تعالى، دي في عضماية زايدة اخواننا، خلقة خلقة البار، امسك العض امسكها، هذا يا اخوان ده عشرة ده بفضل الله تعالى، هذا يا اخوان بفضل الله تعالى، امسك بالراحة، هذا يا اخوان بفضل الله تعالى. وهذا العضماية ده خلقة اخوان ده وشيب. وكده العرض بتاعنا بفضل الله بيتكلم يا اخواني عن 26 ام، فيهم 21 عشائر على اولادي، وفيهم خمسه والدين بفضل الله تعالى، وفي اللهم صل على المصطفى جدي لحم، واربع جديان ضروبه، وثلاث نعجات عشائر، الاربع عشائر بفضل الله والله، الاربعه وتحتهم اثنين ابناء المصطفى جدي لحم، واربع جديان ضروبه، وثلاث نعجات عشائر، الاربع عشائر بفضل الله والله، الاربعه وتحتهم اثنين ابناء. تمام كده اخواني؟ صلوا على الحبيب. سعر العرض بفضل الله تعالى اخواني عامل بمشيئه الرحمن 173,500، العرض ده عامل 173,500 يا اخواني بفضل الله تعالى. واللي عاوز حاجه منهم يا اخواني بفضل الله هنقسمها له بما يرضي الله، اللي عاوز حاجه منهم هنقسمها لهم بما يرضي الله. العرض ده بيتكلم بفضل الله تعالى عن اربع جديان ضروبه وجدي لحم، وواحد وعشرين ام رخين على الولاده بفضل الله تعالى، وخمسه والدين يا اخواننا بفضل الله اللهم صل وسلم وبارك، واربع نعجات عشائر يا اخواننا فيهم اللي قدامه ايام على الولاده. وكل عام وانتم بخير، وادعمونا بالصلاه على الحبيب المصطفى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.